التفاهم لماذا للاختلاف عند العلماء، وأن المسألة مهما كثر فيها الخلاف وتشعب تبقى محصورة دائما في راجح ومرجوح، ولا تتعدى ذلك إلى حق وباطل وإلى سنة وبدعة وإلى أهل السنة وإلى قول أهل السنة وقول غيرهم. هذا لم يكن معهودا عند الأقدمين من العلماء، يختلفون وتتباين أنظارهم، ومع ذلك لا تجد أحدا مثلا لم يقل أبدا مالك إن قولي هو الحق وقول مخالف الباطل، ولم يقل أبدا إن قولي هو السنة وقول مخالف البدعة، ولم يقل أبدا إن قولي هو قول أهل السنة وقول غيري هو قول وقول الشافعي ولا قول الأوزاعي ولا قول الثوري ولا قول الليث بن سعد. أنه اختلفوا، أنتم تعرفون الكلام الطويل الذي دار بين الإمام مالك وبين الليث بن سعد في مسألة عمل أهل المدينة. مالك يرى حجيته لأنها دار الأنصار ومهبط الوحي وأعلم الناس بالتأويل، وليث بن سعد يخالفه يقول قد تفرق الصحابة في الأمصار وكل ذهب بي 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 بي. ومع ذلك لم يقل أحدهما إن قولي هو قول أهل السنة، كما صرنا نسمع الآن لا يتصور أن يأتي أحد من الناس في مسألة اختلف فيها وطال فيها الخلاف قرونا فيمحو الخلاف، هذا لا يظنه إلا أبله، حقيق بأن لا يجالس الفقهاء أو لا يحضر مجالس العلم. من كان يظن أن عالما مهما بلغ قدره وواسع علمه أنه سيأتي مسألة اختلف فيها الناس قبله فيرجح حتى يظن أن الخلاف سيطمس ويمحى ويزال، هذا ضرب من الجنون. بل إن الإمام مالك رحمه الله كان يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. من فهم هذا فهم أدب الخلاف وأدب العلماء إذا اختلفوا.